كيلو الطماطم 150، والبطاطس 200، والأسود 150، والبامية كيلو 300، والجزر 250، والخيار 200، والفلفلية 300، أما البصل أبيض 250، يعني الليمون 200، البامية 300، الكوزة 300، العجورة 70، أما باقي الخضارات دي كلها الربطة في 50. طيب في ارتفاع وانخفاض؟ نعم في، يعني في ارتفاع وفي نزول. الأسباب شنو؟ والله الأسباب نسبة الجاز والتوصيلات وكده مشكلة، يعني عمل ارتفاع في الأسعار في أي شيء. طبعا الأسعار منخفض شديد في الأسواق، يعني الليلة العجالي ب 600، الضام ب 800 850، طبعا في تضخم شديد، سيولة ما في، انخفاض شديد جدا جدا في الأسعار. ما أظن في شيء ثاني بخلي الأسعار دي ترتفع نهاية. عندنا المفروم ب 800 750، برنامج زي يلا. بالنسبة للموز ب 100 جنيه، بالنسبة للمانجا 1500 جنيه، الجوافة 150 جنيه، التفاح 2000 جنيه، العنب 1200، الكمثرى 1100، الرمان 150، البرقوب 1300، الكيوي 1500، الجريد 600 جنيه، النفق الفارس 500 جنيه. والله يا أسعار طالع نازل، يوم بتلقى ب 100 ويوم بتلقى ب 1000. والله مقتطفه جديد، يعني الليله اللي بيشيل دسته بيشيل نص دسته، واللي بيشيل نص دسته بيشيل ربع دسته. طيب عندك السكر كيلو بتاعه ب 140 جنيه، والدقيق الكيلو الواحد ب 150، الباكيت بيطلع ب 1450 جنيه. يعني الاسعار طبعا بالزياده دي يعني بقى في بقى ما في بيع، عرفت كيف؟ يعني ما زي قبل. يعني لو حاليا نحن هسه مثلا لو جيتي مثلا للثوم بنبيع مثلا ب 200 جنيه رطل، كان قبل شهر الرطل بتاعه ب 100 جنيه، يعني هي حاجه زادت نص نص. عندك الجركانه بتاعت الزياده الكبيره حصلت لحد 5200 جنيه، الجوال بتاع السكر حصل لحد 6200، الكرتونه بتاعت الشعيريه الكبيره عملت 2200 جنيه، الوسط عملت 1600 جنيه، عندك الباكو بتاع الشاي الرطل عمل 600 جنيه، الرطل بتاع الجنزبيل عمل 480 جنيه. يعني المكرونة طبعا ما هو السعر بتاع الكبيرة عمل 140 جنيه، والسعر بتاع الصغيرة عمل 80 جنيه. تمام، عندك الكيلو بتاع الرز 220، بتفاوت يعني الانواع بتاعت الرز، في واحد بتاع الكبسة لحد 280 جنيه. البيض 550، الفراخ اسعاره بتتفاوت من شركة لشركة طبعا، نحن عندنا 550، في ب 600 و 620 كده، البرجر 850 طبعا بتفاوت برضه من شركة لشركة، الهوت دوج 950 برضو، السجوك 1200 1300، في ارتفاع دائما. نحن الاسعار قاعد نبيع بها، بكره نشتري بها من الشركات.